أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة بداية تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي نحو 15 مليار و200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 704 مليارات و400 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فصعد مؤشر إيجي إكس 30 اليوم بنسبة 62% وأغلق عند 11174 نقطة. أيضا امتدت الارتفاعات لإيجي إكس 70 مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وارتفع بنسبة 4.16% وأغلق عند 1848 نقطة. أيضا صعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا وارتفع بنسبة 3.76% وأغلق عند 2823 نقطة.